السلام عليكم. الآن بعد ما استمعنا هاي الأنشودة الحلوة بدنا نتعرف عن شو هو درس اليوم. اليوم درسنا هو عن المضلعات. تمام، رح نحكي شو يعني مضلع، وبعدين بدنا نشوف مين من هاي الأشكال اللي سمعنا عنها بالأنشودة هي مضلعات أو لا. الآن لو نتأمل الأشكال اللي عندنا هون، بلاحظ انه هذا الشكل الاول هو يتكون من ثلاث قطع مستقيمة. هي قطعة مستقيمة الاولى، القطعة المستقيمة الثانية، والقطعة المستقيمة الثالثة. هون يتكون من شكل منحني. في الشكل الثالث عندنا مثلث يتكون من ثلاث قطع مستقيمة والشكل مغلق بلاحظ. وفي الشكل الرابع بلاحظ انه هون عندي قطعة مستقيمة وهون يوجد قطعة مستقيمة، وفي اعلى واسفل عندنا منحنى. الآن لو أجي أسألكم مين من هدول بيمثل مضلع، عشان أحكي إنه الشكل يعتبر مضلع لازم يتحقق عندنا شرطين: أن يكون الشكل مغلق، وكمان لازم يتكون من قطع مستقيمة فقط. يعني في الشكل الأول هو فعليا يتكون من ثلاث قطع مستقيمة، لكن هل هو مغلق؟ لا، بلاحظ انه هو مش مغلق من الاعلى، اذا هذا ليس مضلع. في الشكل الثاني هو منحنى، لا يتكون من قطع مستقيمة، اذا هو ليس مضلع. في الشكل الثالث هذا المثلث يتكون من ثلاث قطع مستقيمة ومغلق. هاي القطع، هاي بداية القطعة الاولى مع نهاية القطعة الثانية، نهاية القطعة الثانية مع بداية القطعة الاولى، ونهاية هاي القطعة مع هاي القطعة، إذن هو مغلق. وبالشكل الرابع هو يتكون من قطعتين مستقيمتين لكن من أعلى وأسفل منحنى. إذن لازم يتحقق الشرطين مع بعض، إنه يكون مغلق وأن يكون، إذن يجب أن يتحقق الشرطين أن يكون مغلق وأن يتكون جميع الشكل من قطعة مستقيمة. هون الشكل هون مغلق لكنه لا يتكون من قطع مستقيمة. إذن المضلعات هي الأشكال المغلقة التي تتكون فقط من قطع مستقيمة، ونركز على كلمة مغلقة ونركز على قطعة مستقيمة. لازم يكون مغلق ويتكون من قطع مستقيمة. الآن القطع المستقيمة التي شكلت المضلع تسمى بالأضلاع. إذن الأضلاع هي القطع المستقيمة المكونة للمضلعات. الآن لو تأملنا الأشكال التالية، في الشكل الأول، الشكل الأول يتكون من قطع مستقيمة لكن هل هو مغلق؟ لا، مش مغلق، إذن هو ليس مضلع. الشكل الثاني يتكون من جميعه من قطع مستقيمة ومغلق، إذن هو مضلع. في الشكل الثالث هو يتكون من، هون نحكي إنه هاي قطعة مستقيمة وهي قطعة مستقيمة، لكن باقي الشكل لا يتكون من قطعة مستقيمة، إذن ليس مضلع. في الشكل الأخير يتكون من أربع قطع مستقيمة وهو مغلق، إذن هو مضلع. الآن السؤال الأول صفحة 105، عين المضلعات من بين الأشكال الآتية مبررا إجابتك. لما نلاحظ هاي الأشكال، مين منهم مضلع ومين منهم مش مضلع؟ حكينا المضلع لازم يكون الشكل مغلق ويتكون فقط من قطع مستقيمة. في الشكل الأول بلاحظ إنه هو مضلع، ليش؟ لأنه يتكون من قطع مستقيمة ومغلق. في الشكل الثاني اللي هو البيضوي ما في قطعة مستقيمة، مع إنه مغلق بس ما في قطعة مستقيمة، إذن هو ليس مضلع. هون الشكل مغلق ويتكون من قطعة مستقيمة، هون الشكل مغلق ويتكون من قطعة مستقيمة، إذن هو مضلع. هون الشكل يتكون من قطعة مستقيمة هون وهون، لكن هون في عنا منحنى مع إنه مغلق بس هو ليس مضلع. هذا يعتبر مضلع لأنه يتكون من قطعة مستقيمة ومغلق. هون بلاحظ انه كله قطع مستقيمة الا هون عندنا منحنى مع ومغلق، بس لانه في منحنى هون ما بعتبره مضلع. هون مش مغلق مع انه يتكون من قطع مستقيمة لكن مش مغلق، فما بحكي عنه مضلع. هون مغلق لكن هون في عندي منحنى وهون في عندي منحنى، اذا ما بعتبره انه هو مضلع. معلومة ضايل عندنا،
إنه تسمى المضلعات بعدد الأضلاع التي تتكون منها. يعني إذا كان المضلع يتكون من 3 أضلاع، يعني من 3 قطع مستقيمة، بحكي عنه مضلع ثلاثي. إذا كان يتكون من 4 أضلاع، يعني من 4 قطع مستقيمة، بحكي عنه مضلع رباعي. نلاحظ هون شو كانوا ينشدوا بالأنشودة. السؤال الثاني، صفحة 106. اكتب اسم كل مضلع من المضلعات الآتية أسفل منها مبررا إجابتك. في الشكل الأول لو نعد الأضلاع بلاحظ إنهم 6 أضلاع، فبيكون اسمه مضلع سداسي. في الشكل الثاني بلاحظ إنهم 7 أضلاع، فبحكي عنه مضلع سباعي، وهكذا. إذا بنعد الأضلاع ضلع ضلع عشان أعرف شو اسم المضلع الموجود عندي مثل ما كان بالأنشودة، كان يعدوا ضلع ضلع. تمام؟ تمارين ومسائل رح تكون جميع الأسئلة واجب معكم.